نكمل عبد المحسن على اللي هو الجزء الثاني اللي هو اللوجين بيج. صحيح. طيب نكمل الآن البيج حقت اللوجين. نعم. طيب بالإمكان بس عشان ما تأخر عبد المحسن، إذا ممكن تسوي كوبي بيست للكود وتشرح يعني وهو بيست يعني إذا في إمكانية. ما في مشكلة. سواء يعني شفنا الآن كيف نكتب الكود. أو إني أكتب على السريم بدون شرح الأشياء اللي شرحناها. اللي يريحك. طيب جميل. زي ما قلنا الآن خلص سباش بيج، نقدر والله نجي هنا ونعرف مثلاً خلنا بسوي باكج اسمي بيجز عشان نصير اكتب شوي، وبحط السلاش بيج جوا البيجز. تمام تمام فخلاص بيجز كلها موجوده هنا. طبعا سويت في اندرويد ستوديو اول ما تسوي دراج اند دروب ترى يعني سوى ريفاكتور لكل شيء، لا تخاف من النقطه هذه. طيب الان بسوي دات فايل، فايل نيو دات فايل نسميها الان لوجن بيج. تمام اللوجن بيج بخليها ستيتلس ويدجت، فيه اللي حمل بلجن فيه شورت كاتس موجوده. تكتب اس، لو تحط اول ما تكتب اس طلعت لك ستيلس اللي هو نيو ستيتلس ويدجت، بس اضغط انتر كتب لك كل سوى لك اوفرايد للميثود بيلد وسوى لك كلاس اكستند ستيتلس ويدجت. بنسميها الان لوجن بيج. تمام طبعا بس التوضيح بس سريع عبد المحسن، هذه البلجن اللي تتكلم عنها عباره عن بلجنز تركب مع الفيجوال ستوديو، مع عفوا مع اندرويد ستوديو، موجوده في الفي اس كود الظاهر موجوده. تمام في عشان تساعدك يعني في تسريع كتابه كود شو اسمه فلتر، وش اسم البلجن هذا بس بشكل سريع؟ فلتر بلجن. هنا في البريفرنس بلجنز ماركت بليس انستولد، هذه فلتر تروح الماركت بليس تكتب فلتر تلقاها على طول تسوي لها انستول. جميل. تمام طيب طبعا اكسبشن يبي اللي نسوي امبورت للماتيريال للدارت. تمام كل شيء نحل الان. كونتينر ما عندنا كونتينر، فانا البيج ابيه برضه ماتيريال ثيم فبخليه سكافولد. تمام السكافولد فيه بودي، البودي بخليه كونتينر، وبخلي الكونتينر طبعا نقف قف سيمي كولن، والكونتينر بخليه كلاس داتويد. بس الان بس بسوي الان نافيجيت لللوجن بيج. جميل. طيب انا في سبلاش بيج الان. الحين شغله نافيجيشن، انا الان ابى انتظر 3 ثواني ثم انتقل لللوجن بيج. جميل. ابى فكره بسيطه نعرف تايمر، والتايمر هذا ياخذ 3 ثواني ثم يسوي اكسكيوت الكود معين. جميل شيء بسيط يعني. ففي تايمر موجود في دات دوت اسينك. تمام التايمر يستقبل منه يستقبل منه الدوريشن. الدوريشن هذا فيه سكندز معليش اسف جوا البيلد جوا الميثود بيلد. يعني وانا اسوي بيلد اسوي التايمر وبرجع الوجت. تمام تايمر. تمام التايمر حقنا فيه يستقبل duration اقدر اعطيه days، اقدر اعطيه بخليه seconds 3 ثواني. تمام وهنا الكول باك حقي، الكول باك بخليها بشكل هذا. تمام هذا الميثود راح يصير له اكسكيوت بعد 3 ثواني. واضح. الان كيف نسوي نافيجيت لللوجن بيج؟ في اكثر من طريقه بس انا افضل الطريقه هذه. نروح للمين دوت دارت، ما قلنا هذا هو البيت والبيجز عباره عن غرف في البيت. فهنا بدل هوم نقدر نعرف routes. تمام routes وش تاخذ؟ راوت عبارة تأخذ array of map. تمام الماب عبارة عن string اللي هو الراوت كأنه في الويب slash login slash whatever. تمام ويأخذ الويدجت builder. تمام هذا عبارة عن map key يعني key value pair. تمام الفاليو الأولى عندنا اللي هو
الهوم، الهوم دائما سلاش تمام، والفاليو حقته كونتكست طبعا الويدجت هنا هي فانكشن تستقبل كونتكست، انت تسوي لها امبلمنت هنا فقط، فالامبلمنتيشن حقي لها كونتكست تمام، وراح ترجع ايش، راح ارجع اللي هو السبلاش بيج جميل كما البيج الثانيه سلاش لوجن تمام، البيج برضه اسوي امبلمنت للويدجت بيلدر استقبل كونتكست وارجع لوجن بيج جميل. بشكل هذا عرفنا راوت للمين تمام. الحين في السبلاش بيج كيف اسوي راوت لللوجن بيج؟ بكل بساطه نستخدم شيء اسمه نافيجيتور تمام دوت، عندنا بوش نيمد تمام، يعني شيء معرف عندي في المين نيمد، فبعطيه الفاليو هذه في البدايه هو بيعرف وش البيج اللي انا اقصدها تمام. فبوش نيمد في ريبليسمنت نيمد، ريبليسمنت نيمد في بوش نيمد، بوش نيمد يمديك يخلي السبلاش سكرين في الباك ستاك فيمديك تسوي باك ترجع لها. الريبليسمنت نيم لا يحذف من الباك ستاك، بحيث انك اذا انتقلت من سبلاش سكرين لللوجن بيج وسويت باك خلاص ما في سبلاش سكرين، فراح يطلعك من الابلكيشن تمام. هذا يستقبل كونتكست، نعطيه الكونتكست هذا ثم نعطيه راوت نيم، راوت نيم زي ما قلنا سلاش لوجن. طيب بكل بساطه الحين سوينا النافيجيشن، الان بس خلينا نشغل السيميليتر. سوي لانش لل فصار ستارت الحين في سبلاش سكرين، فانا قد 1 2 3 وداني لللوجن بيج، سوينا النافيجيشن بشكل سليم. طيب الان شفنا الان يا عبد المحسن ملخص اللي صار الان، ان عندنا احنا صفحه نبغى او شاشه نبغى ننتقل من شاشه لشاشه، هذا شيء يحدث كثير في التطبيقات طبعا. صحيح. كيف تنتقل؟ من خلال النافيجيشن، طريقه النافيجيشن اللي شفناها، النافيجيشن اللي انت سويته النافيجيشن اوتوماتيك يحدث بعد مرور وقت معين، ممكن النافيجيشن هذا يكون لا مو اوتوماتيك، مثلا اضغط زر او اضغط شيء معين. ما ايضا النافيجيشن اللي انت سويته لما انتقل من الشاشه الاولى للثانيه ما اقدر ارجع، اليوزر ما يقدر يرجع زين، عشان كذا سميناه push replacement named، لكن ممكن يكون navigation ثاني انه يقدر يرجع للشاشه اللي قبل. إيه الان ما اقدر ارجع، ما في رجوع خلاص. إيه مو لازم اشوف الثاني، بس يعني عشان بس يعني نعرف ايش اللي سويناه خلال الخمس او العشر دقائق اللي راحت. كمل الان. طيب الان اللوجن بيج نبدا بناء الصفحه الرئيسيه. الصفحه الرئيسيه زي ما شفناها في الديمو، الديمو هنا فيه لوجو، فيه انبوتس، فيه يعني فيه بوتنز وفيها. طيب انا ودي صراحه. طيب حلو، خلينا اللوجن بيج جوا سكافولد. طبعا امل لنا نخلي اول تشايلد هنا عباره عن سيف اريا عشان ما تصير لنا مشاكل انه يطلع فوق ولا تحت، يكون في منطقة آمنة. التشايلد حقنا راح يكون كونتينر تمام. طبعا السيف اريا على اساس انه الجزئية اللي فوق دي بالجوال اللي تشوفونها اللي فيها البطارية وفيها كذا نصير ما ندخل عليها كتطبيق. نعم، فهذا يحمينا من اننا ندخل على الجزئية اللي فوق اللي بأعلى الجوال اللي سأل في ناس سألوا قبل شوي يعني. تمام، الآن أنا أبغى نلاحظ الواجهة كلها في الوسط، فكيف أخليها في الوسط كلها؟ ففي وجهة عندي اسمه سنتر، السنتر هذا يستقبل تشايلد فبيخليها لي في نص البيرنت وجهة في نص السكافلد، السكافلد ماخذ مساحة كاملة، فالسنتر ياخذ نص الشاشة تقريبا تمام. السنتر راح يستقبل، بخليه يستقبل كولم
عشان نحط فيها الفيلدز حقتنا زي ما شفنا هنا. الكولومز عبارة عن layout، هذا الإلمنت الأول، هذا الإلمنت الثاني، بشكل يعني كان linear layout يعني. تمام. الكولوم الأول طبعا يستقبل، ايش فرقه عن stack؟ بس لأنه توجع سؤال أجلت وأنا قلت لما أشوف الكولوم، ايش فرق stack؟ الكولوم الحين استخدمنا الكولوم، الكولوم على مثلا y index، تمام، الستاك على z index، تمام، فوق بعض، فوق بعض نعم. ايه هنا ما يعرف الواي زد يعني فوق بعض، يعني لو شيء فوق شيء ما تشوفه انت كيوزر، الواي اللي لا بتشوفها كلها فوق، يعني جايه من فوق لتحت، صحيح. طيب عندي اول element، تمام، جوا الكلام، فبخلي هنا نفس فكرتي الاولى، بخلي boxes بعدين نسوي fill للboxes حقتنا، تمام. طيب بس خلنا نرجع. اي تمام، يعني عندي بوكس الاول الثاني الثالث الرابع خامس سادس، تمام. فبسوي انا كونتينر ود مثلا بخليه 100، هايت بخليه 50، كلر بخليه تريد، تمام. هذا الكولوم الاول، هذا الكولوم الثاني بلو، الكولوم الثالث وهكذا، تمام. مثلا يلا لو نرجع الحين لل لو نلاحظ تمام ساق بالشكل هذا، تمام. ليش واجهتنا مشكلة ان السنتر ما ساق السنتر حق السكرين؟ لان السنتر ياخذ السنتر حق البيرنت. فهنا لو نشغل دقيقة الانسبكتر، ما هو باين مية، تمام. طيب اسف فيك لا ما نحتاج سنتر اعتقد. في عندي شيء اسمه المين اكسس الاينمنت، تمام. المين اكسس الاينمنت اقدر اطيح سنتر ونشوف الان هنا واضح. المين اكسس الاينمنت، المين اكسس عندي هذا المين اكسس، تمام. الاينمنت حقي خليته في السنتر، فيها الكروس اكسس الاينمنت. الكروس اس من اسمه فنشوف اوكي ما اشتغل معي، بس عموما المين اكسس الاينمنت يخلي لي الكولومز كلها كسنتر، تمام. ونحتاج لا نحتاج خلينا نسوي راب للسنتر، فاتوقع كذا امغلى تمام، جميل. فلو نرجع لل UI الأول، أنا ودي صراحة نعبعنا شوية ما ندري وش سويت تو، ارجع للي تو بس دقيقة. طيب إيش سويت بالضبط؟ حنا عندنا شلنا السنتر وشي لا 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 لا, لا 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 رجع رجع كما كانت، اشرحها زي كذا وخل الامليتور قدام بس عشان نفهم كل واحده ايش الفكره منها. ما في مشكله. عندي الكولم في سيف اريا الحين، حلو. السيف اريا او شيء سكافولد بس عشان نطبق الماتيريال ديزاين. السيف اريا عشان الاليمنتس ما تتخطى، ما تجي حول حدود الاجز هذه ولا هذه، فهمت كيف؟ هذا السيف اريا. السنتر بس عشان نخلي الاليمنتس سنترز، فهمت كيف؟ هو في الوسط بس ان السنتر ما طبق لي ان الكولم خلاليها سنتر هوريزونتالي، ما خلاها فيرتيكالي بالعرض يعني فقط. ايه بس هو المفروض انه المفروض يكون سنتر بس الكولم اتوقع له حاله خاصه، تمام. طيب اوكي. ففيه خاصيه في الكولم اللي هو يسمونه مين اكسس الاينمنت. المين اكسس الاينمنت يسوي الاينمنت للتشايلد حقينه وين على المين اكسس، تمام. فخلاها خليتها في السنتر، فخلاص ساغ الكولم كلهم في السنتر. اوكي، ايش المين اكسس عندنا هنا؟
في ال ك ك ككالم ككالم اللي هو الواي، لو انه في رو اللي هو الاكس. المحور الرئيسي عندنا الاكسس الرئيسي هنا اللي هو الواي كولم. صحيح اوكي، فانت كده تسوي سنتر على المين اكسس على الواي. صحيح تمام. طيب فقلنا عندنا اول نروح لل، انا ودي صح اسوي سكرين شوت وخليها، بس المشكله البث، فبحط الايمج هذه نفس الشيء هناك ايمج. تمام، استقبل ايمج اسس ايمج، بعطيه الصوره من عندي. معليش بعطيه اللوجو مارك هذه، هذه الايمج حقتي. تمام، فبقول له اسس سلاش ايمجز سلاش، صح اسمه طويل فبنسخه. تمام، طبعا ما صار لها ريلود، انا ايبل تو لود، بس سو اذا في مشاكل زي كذا الهوت ريلود بغات تواجهك في مشاكل. هنتأكد بس اسمه صحيح، توقع صحيح. دان ندخل على سبلاش سكرين ثم نروح لللوجين بيج. تمام، هذه انستغرام اللوجو حقنا، فنقدر نكبرها نخليها خلنا نلعب الهايت 80. تمام جميل، باقي عندي في الاليمنتس هنا اللي هو التكست فيلدز هذه. التكست فيلد اقدر نكتب text field. تمام، text field مش يستقبل هل سيفته، لاحظ ياخذ مني input. جميل، اقدر اعطيه style معين لل text field حقتي. انا مسوي شيء جاهز يشبه حق الانستغرام، فأبحطه وباشرح حبة حبة كيف سويت الـ UI هذا. مناسب كذا دكتور؟ اي تمام، بس انا افضل يعني لو نستعجل شوي بس عشان الوقت. اي الوقت انا ف عندي تكست فيلد، كاستم تكست فيلد انا مصممه. فلو تلاحظ مو شرط انك تستخدم اشياء من نفس فاير بيس، اقدر اسوي كاستم من عندي. فمثلا هنا بسوي اشياء كاستم، فبسوي بيت جديد اسميه widgets. تمام، وبضيف شيء اسمه مثلا تسميه my text field، بس عشان يكون مشابه لانستغرام. تمام، هذا ال widget انا مصممه. تمام، طبعا هو زي ما قلنا سيس ويدجت يستقبل الانبوت، هذا بشرحه الان بس عموما بريكم الشكل النهائي لما استخدم هذا الويدجت. الان هذا الملف كله من فوق لتحت هذا كله ويدجت، فقط تكست فيلد ويدجت واحد تكست فيلد. صحيح، ياخذ معطيات، مثلا انا معطي مثلا تكست انبوت تايب، الهنت اذا كان باسورد، اذا تغير وش اسوي. انا اقترح ان نستخدمه الآن ونخليه اكسرسايز للموجودين. طيب، وبعدين عادي يعني بيكون في نقاش إن شاء الله بعد المحاضرة، يعني بعد بكرة وبعده عادي ممكن يكون يستمر يعني نقاش في تويتر أو غيره أو أماكن. ما في مشكلة. فهذا التكست فيلد حقي، شوف أنا معطيه أعطيه هنت مثلا سمي إيميل، التكست إنبوت تايب حقي تكست إنبوت تايب دوت إيميل أدرس. بس هذا اللي أنا أفكر فيه الحين. لو أسيف، لو أرجع هنا طبعا دقيقة،
اه تمام، بس انه في مشكله مارجنز هنا، نلاحظ ان الاليمنت ما اخذ المكان كامل. تمام، فانا افكر اني اعطي كل اللاي اوت، كل الكولوم هذا بعطيه بادنج من يمين ومن يسار بحيث اني اطلع بشكل مرتب. تمام، كيف اسويها؟ اروح لللوجن بيج، انا في السنتر هنا، السنتر اقدر اضغط الت انتر فتطلع لي المنيو هذه اذا انك مثبت البلجن، فاقدر اختار راب وذ كونتينر ولا وذ ويدجت وانا احدد اسمه، فبقول له وذ كونتينر. تمام، وبعطيه بادنج. تمام، البادنج يستقبل ما يستقبل الرقم دايركت. تمام، يستخدم كلاس اللي هو الايدج انسيتس، ثم اقدر اقول له all، اقدر اقول له سيمتريك، سيمتريك يعني vertically ولا horizontally، فانا ابغاه horizontally مثلا 40. تمام، فلنسيف الان، نشوف الان جاء بشكل ارتب جميل. طيب مثلا نقدر هنا نعطي margins بين بعض على الelements هذه. بكل بساطة أقدر أسوي غاب على هذا ككونتينر برضه، كنترول الت او. لو لاحظ شوف في مشكلة في الستايل اللي ما حطيت. تمام، أقدر أقول له مارجن نفس الشيء، أقدر أقول له اونلي توب، بعطيه مثلا 16 وسيف، وأرجع هنا لاحظ في مارجنز وهكذا. تمام، لو انسخ هذا عشان للباسودز برضه، لو سيف جاء بشكل جميل. اعطيه باسود، ما انبوت تايب اي شيء ما يهمني، از باسود 2 عشان اخفي شو اسمه باسود عن الناس بالشكل هذا. جميل، برضه انا مسوي البوتنز، اقدر احط بوتن اللي هو raised button، عندي اللي هو icon button، flat button، في اكثر من نوع. فاقدر مثلا flat button اعطيه مثلا color colors.red، save. طبعا لازم child، child لاحظ شوف الفلات بوتن يقدر يستقبل تكست، اعطيها لو. اقدر احط ايمج والصول جوا البوتن. تمام، بس عشان ليش ما طلع بالشكل هذا؟ لانه ما فيه لسنر عليه، فنقول له اون بريس، اعطيه امبتي انه مو ديزيبلد، فالان هو انيبلد فبيظهر بالشكل هذا. جميل، فانا برضو مصمم فلات بوتنز كاستم من عندي، ممكن احطها بحيث الناس تشوف كيف لعبت في الستايل وزي كذا. طيب طيب الان بقي لنا الجزئيه اللي هي البريس. طيب اذا زين البوتن الثاني والبريس. ممتاز، فالحين سويت ماي كيف؟ تفضل تفضل. My flat button، هذا البوتن برضه أنا مصممه نفس الفكرة حقت ال، هو عبارة عن flat button بس اللهم عليه خصائص أنا حاطها بحيث إن الستايل يطلع جميل. تمام، لو نروح نرجع اللوجن، أبدل flat button، أخليه my flat button. تمام، أشوف my flat button شو يستقبل، يستقبل text إجباري، فمثلا اللوجن ويستقبل call back إذا ضغط. تمام، خلي ما يمطي الآن، ثم هنا sign up. تمام، الآن شغل. شوف طبعا لازم لازم له عشان يصير له enabled برضه لازم نعطيه on press. أنا مسويها custom هناك إني يعني أستقبل شيء اسمه on press. تمام، أبى أنا ممكن أشير الفايل هذا بحيث إنه ناس تشوف كيف. طيب الحين لو سيفنا كل شيء طلع بالشكل هذا. تمام، طبعا لو نلاحظ اللي قبل شيء سأل قال ك
كيف اخليه على البوتن نفس الوث حقت البيرنت حقه كامل. فعندي مشكله هنا، فاقدر اسوي راب في اللي هو الفراكشن سايز بوكس، هذا يستقبل منك وشو وث فاكتور. لو اعطيته واحد تمام هو 100% واحد. جميل، نفس الشيء هنا لو اعطيته وث، فالبيرنت يحدد الوث حق الشايلد. ممكن تشوفها بفلاتر عادي. كيف ايش معنى وث فاكتور؟ الوث فاكتور يعني لو قلنا له 0.5 تمام، فصار 50% من البيرنت. اوكي تمام، فواحد 100% من البيرنت. هل هذا لان البيرنت كونتينر؟ اي بيرنت، مو شرط كونتينر يعني. اوكي تمام، اي بيرنت هو ياخذ الوث حق البيرنت، واذا اعطيته واحد فيضرب واحد في الوث حق الكونتينر 0.5 وهكذا. تمام، بشكل هذا يعني خلصنا تقريبا اليو اي، بس لعب مارجنز واشياء زي كذا. جميل. طبعا زي ما قلت مره ثانيه بس انا اعيد انه مو متوقع اننا نفهم كل شيء عن اليو اي من خلال هذا، بس ناخذ فكره كيف اليو اي اليو اي بحر مشكله. نعم هي تفاصيل كثيره جدا يعني، فشفنا يعني بعض التفاصيل اللي ممكن نشوفها، وفي تفاصيل ثانيه ممكن يعني تبحث عنها في الانترنت وتفهمها. زي ما قلت لازم تجرب وتواجهك مشكله عشان تفهم التفاصيل هذه. الان باقي لنا نربط اليو اي هذه ب شو اسمه بالكليك حقت البوتن هذه ايش تسوي. ف خلينا نسوي الربط هذا، خلينا نحط الهاندلر حق الكليك، يعني الكود اللي راح تنفذ لما ينضغط على الكليك. نحط بس كود فاضي، بعد كذا بنسوي الفير بيس عشان نبدا نكلم الفير بيس من خلال الكود هذا. فكمل في شو اسمه الجزئيه هذه. طيب نكمل جزئية الاثنتيكيشن دكتور ولا كيف؟ لا فقط الين بس الكود بدون الاثنتيكيشن شو اسمه اللي هي يعني بضغط بريس يعني اسوي ايفنت معين يعني؟ اي او تبغى ناخذ بريك ونكمل يعني؟ ممكن ناخذ بريك 10 دقائق وبعد كذا نبدا نشوف شو اسمه الكود. ما اعرف. طيب في مطالبات بريك، خلاص ناخذ بريك 10 دقائق الان ونكمل الكود على اساس نربطه مع الفاير بيس بعد هذه. انا ممكن اشير الويدجتس الكاستم عشان يشوفون ايش صار عشان الوقت صراحه. ناخذ بريك الان، اللي يبغى يجرب الويدجتس هذه، اللي عنده اسئله الان شو اسمه. بنشير البروجكت كله، موجود في الجيت هاب البروجكت، بنشيره ان شاء الله. اذا امكن اعاده شرح مسجله المحاضره، معليش اللي يطلب اعاده شرح. في اي اسئله الان؟ خلوني أرجع الأسئلة اللي جت في آخر شيء. في أسئلة جت بشكل عام وكانت تتكلم عن فلتر وإيش هو فلتر، ويعني والسوق اللي موجود لفلتر والأشياء هذه. بصراحة يعني عشان أكون صادق يعني ما عندي، يعني أنا الآن ما عندي فكرة، ما في يعني ما عندي شيء واضح عن سوق فلتر. اللي اسمع انه في الان جالس الطلب عليه يتصاعد يعني بشكل كبير جدا. وجود بيئه تسمح لك انك تطور تطبيق واحد للاندرويد والاي او اس وبنفس الوقت يكون نيتف، او يعني قريب جدا من النيتف، كانه نيتف. اللي يشوفه يحس انه كانه تطبيق نيتف فعليا، مو تطبيق شو اسمه مبني بالتقنيات الويب يعني.
وجود تقنية زي كذا أكيد طبعا شيء ممتاز جدا، يعني أفضل من التقنيات القديمة. هذا اللي أقدر أنا أجاوب عليه في السؤال هذا. سوق العمل صعب صراحة الجواب عليه. طبعا تقنية جديدة أكيد إنه ما راح تكون بنفس عدد التقنيات، بنفس أهم فرص التقنيات اللي أقدم، لكنها قادمة بقوة. هذا اللي أنا جالس أشوفه، وأنا تقديري الشخصي أنه متوقع لها يعني مستقبل قوي جدا للميزات اللي ذكرناها. فيما يخص الفاير بيس، أنا طبعا مستخدم، يعني استخدمت الفاير بيس، وصراحة حاجة جدا جدا رائعة، يعني خصوصا للشخص اللي بيبدأ، الشخص اللي بيبدأ مشروع كتطبيق. في بعض الأشياء اللي موجودة already جاهزة، ما لا داعي أنك تروح تبنيها مرة ثانية بالفاير بيس، تبني شيء مشابه لها. يعني واحد بيسوي متجر مثلا، في تقنيات جاهزة يعني لك على مثلا الووردبريس، الووكامرس، الأوبن كارت، ماجنتو، غيرها. فما له معنى أنك تروح تبنيها مرة ثانية بالفاير بيس. فإذا تبني شيء شو اسمه ما هو مشهور مرة بالشكل هذا، طبعا بتفيدك شو اسمه بتفيدك يعني كثير جدا. وهذا اللي انا يعني اعتقد انه في كثير من التطبيقات الافكار جديده وفيها يعني شيء انوفيتيف وخلاق مو موجوده بالسوق سابقا. فهذا فيما يخص الفاير بيس بشكل عام، يعني البيئتين هذولي. وش البست براكتس بالنسبه للويدث والهايت لدعم واجهات باحجام مختلفه؟ لا طبعا الافضل كل ما تجنب الهارد كود فاليو كل ما صار افضل اكيد. يعني كل ما تجنب انك تكتب ارقام ثابته كل ما كان افضل. واللي يعرف السي اس اس وغيره يعرف الشيء هذا، وتو شفنا مع عبد المحسن يعني جواب. طيب طيب في ناس جاهم مشكلة your Android SDK is missing out of date or corrupted. ما أعرف والله، ممكن ما تلقى سوى setup صحيح للأندرويد. هذا المتوقع نعم. مقارنة بين Flutter مع Xamarin، والله ما أعرف. Xamarin زين صراحة، بس ما أحس أنه اكتسب الشهرة المتوقعة. كنت أتوقع يعني أنه يكون له في البداية يعني، بس ما أحس أنه كان يعني اكتسب شهرة جيدة. فما أعرف والله وضعه الآن صراحة. فلاتر اكتسب شهرة قوية جدا يعني، الآن جالس يصعد بشكل قوي كمقارنة. والميزة طبعا كل ما يصعد الشيء كل ما صار دعمه أكثر. حسب فهمي في كثير من ويدجتس وفي بعضها يتشابه وفي بعضها يركب على بعض. هذه الأمور كيف تتعلمها كلها؟ تتعلمها من خلال قراءة الـ API، من خلال التجربة. التجربة هي أهم شيء عشان تعلم صراحة. زين طبعا يعني ما تجرب على صفر يعني بشكل اعمى تماما تجي تجرب، لا تقرا، تروح تقرا تقرا تفهم، تظن نفسك انك فهمت الكونتينر وفهمت السيف اريا، فهم يلا طبق. لما تطبق تبدا تكتشف الاشياء والمشاكل اللي انت اللي غايبه عنك، المواضيع اللي غايبه عنك، وتفهمها بشكل افضل. اما قضيه انك تفهم من اول مره من شرح او من كتاب او من موقع او غيره بدون ما انك تطبق، لا هذه انا اعتقد انها صعبه جدا جدا. ليش النيتف دائما افضل من الهايبريد؟ لانه نيتف، لانه يعطيك احساس الجوال اسرع يكون من الهايبريد. يعني في ميزات يعني كثيره على الهايبريد، يعطيك امكانيات في الرسم افضل من شو اسمه من الهايبريد. هل لو اشتغلت من غير باترن زي ام في؟ سؤال جميل جدا، نتكلم عن الباترن. صراحه احنا ما كنا نبغى نتطرق للباترنز عمدا، ما بغينا نتطرق للباترنز مثلا موديل فيو كنترولر، موديل فيو بريزنتر، ام في في ام، موديل فيو فيو موديل، وغيرها من الباترنز. اللي انا اشوفه فلاتر يشتغل بطريقه رياكتف، اوكي، ليس رياكت وانما رياكتف. هي رياكت اخذت الاسم من شو اسمه من الطريقه هذه، الرياكتف بروجرامينج. معنى الرياكتف بروجرامينج ايش؟ انك انت
امور مرتبطه بالديكلاريتيف بروجرامينج. ديكلاريتيف بروجرامينج معناه انك انت اكتب لي كيف تبغى شكل مثلا فيما يخص اليوزر انترفيس على الاقل، يعني هو مفهوم اوسع لكن خلينا ناخذ فيما يخص اليوزر انترفيس اللي هي الواجهه الرسوميه. اكتب للكمبيوتر كيف تبغى الواجهه ترسم، هو الكمبيوتر راح يرسمها زي الاتش تي ام ال. تمام، هذا الفكره الرياكتيف. اللي اشتغل اتش تي ام ال واشتغل بالذات اللي يشتغل رياكت بيلاحظ ان في تشابه قوي بين الرياكت وبين فلتر. الان طلعت سويفت يو اي على سويفت، وفي كلام يعني ان طلعت بسبب فلتر كمنافس يعني الفلتر من قبل ابل، سويفت يو اي طلعت من ابل، فهذا اعتراف بانه الطريقه هذه البرمجه يعني متميزه ولها فوائد كثيره. لما تستخدم الرياكت بروجرامينج والديكلاريتيف بروجرامينج هنا تصير تبعد شوي عن الـ MVC إلى حد ما، اللي منكم متعود على الـ MVC Model View Controller، تصير تقرب شوي من الـ Redux والـ Flux Architecture اللي موجودة في الرياكت. وفي أظن موجود حاجة اسمها Provider في Flutter إذا كنت ماني واهم، يعني شبيها شوي، فيها Streams، فيها يعني فيها الأشياء هذه كلها. صعب صراحة أن نشرح كل الأشياء هذه في محاضرة واحدة، هذه مقدمة بسيطة جدا، مقدمة حرصنا أنك تشوف تجرب نفسك وتطبق أكثر من أن تكون مفاهيم فقط نظرية بدون تطبيق، شو اسمه، بدون تطبيق عملي. متى أروح للغات النيتف؟ اللغات النيتف دائما موجودة، لكن لغات نيتف معناته لازم تكتب تطبيق وتكتب تطبيق، تكتب كود، تكتب كود زيه يعني. فتقريبا يمكنك أنت توفر 50% من الوقت، يعني نظريا يعني ما راح يكون 50%، بتوفر 40-30% من الوقت لما تستخدم كود واحد فقط للاي او اس والاندرويد. طيب ايش الفرق بين فلتر رياكت نيتف ايونيك؟ تكلمنا عنه. هل تطبيقات فلتر تقدر تتعامل مع السيستم نفسه، تتحكم في الاشعارات، تتحكم في التطبيقات؟ نعم، في اكسس على النيتف، لكن ما اعرف الى اي مدى. ما ادري عبد المحسن ممكن جواب سريع عن الموضوع هذا، كيف سادسه؟ هل تقدر من فلتر تدخل على النيتف يعني على الكاميرا مثلا؟ على ايه هو على سبورت عالي، في 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 بلجنز كثير موجود بفلتر، يعني ما يحتاج انك تبني انت البريدج، وذا موجود يعني اغلب السوليوشنز موجود اللي جاي من ايونيك يعني. نعم، موضوع شو اسمه افضل بكثير. غير كذا فلتر ميزتها انك انتجريشن مع نيتف، يعني بلشت خلاص ما عاد قدامك طريق، لازم نيتف، انتجريشن جدا سهل مقارنه بال مثلا رياكت نيتف. مثلا تتعذب كثير عشان تسوي انتجريشن، تكتب كود نيتف انت تسوي انتجريشن مع رياكت نيتف، او مقارنه بايونيك. هل نقدر نبرمج العاب معقده بفلتر؟ طبعا تقدر تبرمج العاب، ميزتها انها هي اخذ الكانفاس كامل، اخذت لك السكرين كلها، فتقدر انك تبرمج العاب. انا ما عندي خبره ببرمجه العاب، ما ادري يا عبد المحسن عندك خبره يعني؟ لا ما خفت، ما قد والله شغلت. طيب مشكله انه في فلتر كوماند نوت فاوند، ما ركبت لا بس ما سوى سورس للفلتر سلاش بن، حلها بسيط جدا. ما سوى ايش؟ معليش عيد. ما سوى سورس في التيرمينال وين مكان فلتر، ما خلى الباث على 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 فلتر اس دي كي. اوكي طيب، اذا ما ادري اذا واضح لك الجواب، بس مشكله باث يعني فقط. طيب يدعم الالعاب 2D وليس 3D؟ ما اعرف هذا اذا سؤال او معلومه، لكن عموما لا انا ولا عبد المحسن والله عندنا خبره في الالعاب كثير صراحه، فما نقدر نعلق معلومه. طيب هذا في شخص علق انه فلتر يدعم الالعاب 2D فقط وليس ال 3D، ما نقدر نقول اي ولا نقدر نقول لا صراحه. طيب انا ما اعرف اذا حد طبق عنده مشكله، حاول يطبق الكود عشان قبل لا ننتقل بس للخطوه الجايه. انا الحين تقريبا بنغلق ساعتين، بس تحملونا بس نشوف شويه فاير بيس، ممكن نخلي شو اسمه
الباترنز غالبا ما تاثر على البرفورمانس، الديزاين باترنز غالبا ما تاثر، مو مقصود فيها برفورمانس بقدر مو مقصود فيها تسهيل ال، طبعا قد تفيد بالبرفورمانس بس يعني كثير من الاحيان فائدتها انها تسهل على المبرمج ترتيب الكود حقه. هذه تقريبا الفائده يمكن شو اسمه الاكبر للديزاين باترنز. طيب نخليها بكره بس نشوف الفاير بيس، بس نشوف قضيه الربط مع الفاير بيس هذه وخلاص، والباقي ان شاء الله راح ناجله. خذ لك كذا كوب قهوه كذا وان شاء الله تبدا تصحصح شوي. طيب اعتقد انه ما في اي اسئله. طيب انا جالس افكر الان هل نستخدم سلاك او شيء بديل تليجرام او غيره حتى انه يكون في الاسئله والاجابات. بس انا بس حاب اعرض الفاير بيس ضروري جدا على اساس انه اللي حضر اليوم يشوف كل التقنيه بشكل عام. بعدين احسن خلينا نقفز لو تسوي كوبي بيس الكود كامل بكمل بس الوجهه الاخيره بحطها وخلاص. ايه يا ليت لو تسوي كوبي بيس الكود مباشره بس نشرح قضية الكول باك بس 5 دقائق وكيف الفاير بيس. ما في مشكلة. نحط البيج الأخيرة بس الآن. تمام. ثم نبدأ نتكلم عن فاير بيس. البيج الأخيرة هي تايم لاين. فهمت قصدك. عشان ننتقل لها يعني بعد ما نسوي. إيه خلاص يعني نروح للتايم لاين. تمام. نفس الشكرة new dot file. دوت تمام تايم لاين دوت البيج جميل. عندي بس البوست ايتم. البوست ايتم انا سوي كاستم. هذه الان هذه الصفحه اللي اسال، هذه الصفحه اللي هي تايم لاين اللي زي في الانستغرام. اوكي صعب اليوم نشرحها يعني صراحه، كنا ناويين نشرحها بس اخذ الوقت اطول ما توقع. ان شاء الله نشرحها في محاضره قادمه باذن الله، في المحاضره القادمه وليس القادمه. بحط كل الاسيتس. هذا البيج اللي هي التايم لاين اللي شفناها في الديمو بشكل بسيط. طبعا. ما فيها شيء، كلها يو اي وفي ليست. ممكن نشرح كيف تشتغل ليست بعدين. الان الشيء المهم ان نروح لصفحه اللوجين. من صفحه اللوجين كيف نضغط على الزر ننتقل للصفحه هذه بشكل بسيط تبدا. ايه طيب بسوي فانكشن عاديه أو ميثود اسمها لوجين. ملاحظة ملاحظة اللي شفناه إلى الآن كله بس يو آي بدون أي كود يشتغل لما تضغط على شيء في اليو آي هذا. زين؟ صحيح. يعني بدون أي اللي يسمونه ايفنت ليسنرز مثلا اللي منكم متعود يعني على التسميات هذه، شيء ايفنت ليسنر أو كول باك أو أي شيء، يعني شيء لما أضغط زر يتنفذ الكود هذا، ما شفنا أي شيء من النوع هذا الآن إلا اللهم النافيجيشن فقط. النافيجيشن كان بدون ضغط زر بدون شيء أوتوماتيك. صحيح. خلاص اللوجين هذه ميثود بدال اني اعطيه كول باك لللوجن هنا اسوي الميثود بعطيه لوجن. تمام. فخلاص هذه ريفرنس. كانك تقول انه اذا ضغط على الزر هذا نفذ اللوجن بشكل بسيط. بطبع ديبوج برنت هذه بس في الكونسل هنا بكتب لوجن. تمام. بتاكد انه شبك. سيف جي هنا وضغطنا لوجن ولاحظنا طبعا لوجن لوجن لوجن. تمام. الحين كيف نسوي نافيجيت؟ نفس الفكره طبعا. لا قبل عشان ما ننسى لازم نعرف الراوت في المين. فنجي هنا سلاش تايم لاين هذا الراوت الجديد. وكيف نسوي له بيلد؟ يرجع لنا من يرجع لنا اللي هو تايم لاين بيج. تمام. لو نرجع هنا نافيجيتر دوت بوش ريبليس. طبعا مو ريبليسمنت الا ريبليسمنت. اذا سويت لوجن المفروض ما تقدر ترجع لللوجن بيج. طبعا كونتكست ما عندنا، ما عندي اكس على كونتكست. هذا هو يبغى الاوبجكت هذا. تمام.
فأقدر أمر هنا context أو build context context تمام، وأخلي هذا. أنا بالحال أنا سويت الجرام بسرعة على أساس ننشرها يمر context يعني بعدين كل شيء تمام، فوصل context هنا slash timeline. الآن لو سيبنا طبعا هنا مشكلة hot reload غالبا يعني في مشاكل كثير بالhot reload، فإذا حسيت آسف لا والله مو مشكلة في timeline، بس دائما يعني hot reload تسبب مشاكل. الآن دخلنا هلا اللوجن معلش هنا المفروض اني ما امبريس حقتي كاستم هذه تمام، فما تنفع بالطريقة هذه، فبخليها بس زي في الطريقة الأولى. نشرح بعدين كيف نحل المشكلة دي تمام. بس طيب للجميع أنا أرسلت رابط التليجرام الجروب اللي يبغى يجربه الآن. ممتاز كمل كمل عبد المحسن. قاعد اسوي بس بدل البروجكت تمام، سوي نافيجيت هذا البيج اللي النسخه اللي احنا مسويناها تمام. الحين بس نسوي الاوثنتيكيشن في فاير بيس. طيب عندك تيك توك؟